يا اختي بطلي شرب قهوة. ايه خير؟ جايباني على ملا وشي ليه؟ قولي لي فوزية ما جاتش عندك النهاردة؟ لا ما جاتنيش، ما شفتهاش. اها راحت فين دي؟ قالت رايحة الترب وما رجعتش. يا اختي اللي يشوفك كده يقول عليكي قلقان عليها بجد. مش انا، مروان يا اختي قلقان عليها، وكمان تلفونها ما بيردش. تقلقيش، تلاقي الواد محروس خدها يفسحها. فسحها فين الخايب ده؟ في اي حته. ما انت عارفه فوزيه كلمه تجيبها وكلمه توديها، يقول لها كلمتين ناعمين وياكل بعقلها حلاوه. البنت دماغها خفيفه. صح والله عندك حق، ده انا لو منها كنت اخيت وخلصت منه من زمان. فوزيه تخ محروس هي كانت لاقيه. ما هو عشانك ده عبد الحكيم كان عايز يجوزها، كان يقول لك قعدة البت في البيت عفشه. والله عنده حق، بس هنعمل ايه؟ هو كان حد يتقدم لها احسن من محروس واحنا قلنا لا. يا والله وانا قلقانه عليها كمان شويه، ما اخبيش عليك يعني، والله ما كانت لقمه من الصبح، صعبانه عليا البت. بس بالك انت دي لما كانت عايشه معانا اعوذ بالله كانت زي النار، كانت بس تشوفني قاعده مع اخوها شويه نتكلموا ناكلوا لقمه نقولوا حاجه وتقيد نار وما تسكتش الا ما انا هو نمسكوا في بعض. اه والله الله يرحمك يا عبد الحكيم. الف رحمه، شلت بلاوي كتير. قصدك ايه؟ ما قصديش حاجه، بتاخدي الكلام على نفسك ليه؟ قصدك وانا عارفاكي وحافظاكي وعارفه عايزه تقولي ايه من قبل ما تقولي ايه. جرى ايه جبريه؟ دخلتي جوايا خلاص؟ مكشوف عنك الحجاب بتقري الطالع؟ صح مكشوف عني الحجاب يا كريمه، ها شقك في حاجه؟ اه في فاضلك شويه بخور وكم سبحه وتنزلي تقولي يا فتحي عليهم يا رزايا كريم وتبيعيهم. بالك انت اني هشدك من لسانك ده واقطعهولك. ليه يا حبيبتي؟ جاموسه عشان تشديني من لساني وتقطعهولي؟ الله يكون في عونك يا فوزيه، عشان كده البت طفشت منك ومن كلامك. مين دي اللي استحملت مين يا مهفوفه انت؟ دي عاشت معايا سنين عسل على قلبي، نور عيني حبيبتي يا اختي. قصدك ده انت كنت نار على زيت حار، هي كانت بتطيقك ولا انت كنت بتطيقيها؟ انت هتشتغلي عليا وتعملي الحبتين يا جبريه؟ ولا حد يا اختي بيطيقك حتى بناتك. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ انا عارفه يا اختي بيقولوا لي كل حاجه، طب قولي لي. ايه؟ فين ناديه؟ بنت اخويا؟ اه ما بتردش على التليفون ولا هتعبرك. عارفه انت مالكيش غيري انا بس اللي باقيالك. جبريه انت اللي باقيالي؟ ايوه حبيبتي. اه منك، اه بخاف منك انا. قولي لي تاكلي معايا انا جعانه. صدق انا ما تقولش الاكل من الصبح. يا قلبي يا اختي اسم الله عليكي، تحت في المطبخ هتلاقي ده كربط، هاتيه كده نتسلوا فيه واحنا قاعدين. متحمر ولا مش متحمر؟ متحمر يا وليه متحمر. انا كل انا وانت هنزل اجيب. روحي روحي. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تشربيش القهوه. ما هشربهاش. روحي 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 روحي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا جبريل بدعي لك يا اختي من قلبي يا اختي. لبنى، هو فعلا حسن طلقك؟ احسن. ليه يا بنتي كده؟ كده مش طايقاه، مش عايزه اشوف وشه وبكرهه. بس كده يعني ممكن تحصل؟ لا اوعي تقولي ان احنا محتاجين له، احنا مش محتاجين لحد. كل اللي محتاجينه ان احنا ناخد حقنا منهم بس. هيحصل. ازاي بقى؟ هنقعد كده نفكر وندبر وخلاص؟ طب ممكن تهدي بس وتسمعيني وانا هفهمك. كلمتي عادل؟ كلمته امبارح ورد عليا. وقال لك ايه؟ راجع كمان اسبوع. هتعملي ايه بقى معاه لما يرجع؟ مالك يا لبنى في ايه؟ انت في حاجه في دماغك يعني؟ بصراحه يا ريم انت غلطتي في اللي عملتيه مع ناديه. بالذات يعني ان انتوا الاثنين سركوا كان مع بعض. كان المفروض تاخديها تحت جناحك اكتر من كده. بالذات ان عادل ده مش مضمون. وهيعوز يثبت للكل ان عجزه ده مش هيمنعه انه يبقى فوق. واول حد هيعوز يتحكم فيه هو انت على فكره. عارفه. اطمني. طب ومستنيه ايه؟ اوعي يا لبنى تكوني فاكره ان انا دماغي سهله كده. خالص.
عمتك مش سهلة أبدا. أنا بكلمهم كل يوم برا وعارفة تحركات عادل كويس قوي. أنا حتى عارفة هو بيفكر في إيه. كل اللي مطلوب منك أنت دلوقتي بس إن أنت تهدي الأمور مع حسن. فاهمة حبيبتي؟ هو ده اللي مهم دلوقتي. اسمعي الكلام. عارفه طول عمري مصدق المثل اللي بيقول اللي على راسه واضحه يحسس عليها، لا كمان يعلن عنها. تقصد ايه؟ مروان قال لك ايه؟ انا ساعتها ما رضيتش اكلمك في الموضوع ده، قلت اسيبك انت هتيجي لوحدك وتقولي لي كل حاجه، لكن يظهر ان انا كنت غلطان وكان لازم اسالك. مروان كان عاوز اخوه. وانت رايك ايه؟ انا موافقه وراضيه ومطمنه. طب وشهد؟ مالها شهد؟ كنت بتروحي لها ليه؟ علشان شهد شاطرة ومذاكرة في القانون كويس وعرفت تجيب حقها بالقانون، رحت لها عشان تجيب لي حقي. عايزة حقك ولا عايزة الواد يروح لمروان؟ الاتنين. عايزة الاتنين. عبيط أنا بقى علشان أصدق. والله أنت حر تصدق ما تصدقش، دي حاجة تخصك. نعيمة، ما تخلينيش أغير طريقتي معاكي في التعامل. هتعمل إيه بقى؟ هتجلدني كمان ولا إيه؟ بقولك إيه؟ هو أنت عايز مني إيه بالظبط؟ عاوزني أقولك إن أنا بحبك وبموت فيك ودايبة في هواك ومقدرش أستغنى عنك؟ سهلة، بسيطة، عادي يعني، ممكن أقولها لك بس كده. تحب أقولك على اللي أكتر من كده وأجيب لك من الآخر؟ أنا بقى مش طايقاك لأنك قتلت بدري، مش عشان أنا بحب بدري ولا عشان أنا عشت مع بدري أحلى أيام حياتي، لأ، بس عشان أنا ست حرة ومحبش حد ياخدني غصبانية. تحب بقى أزود لك من الحب جانب؟ أنا كنت مسجونة، بس مش مسجونة علشان أنا ست بطالة ولا عملت حاجة غلط، لأ، أنا اتسجنت ظلم، وعشان كده بقى أنا مفيش حاجة في الدنيا دي توطي راسي ولا تكسر مناخيري. فهمت ولا فهمك أكتر؟